تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.